بإسانتي اليوم نستضيف دكتور أنور شيا، اختصاصي أمراض دم وأورام خبيثة. بنحكي اليوم عن علاجات الأمراض السرطانية ومفاعيلها والسايد افكتس تبعها. أهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي، أهلا فيك، شكرا. يمكن الناس يعني بخافوا من علاجات مرض السرطان بعد أكثر من سرطان أوقات القد يعني في سايد افكتس، بس مع تقدم الطب يمكن الأشياء عم تصير يمكن مسيطر عليها أكثر شوي. نعم، دائما في مفهوم عند المرضى أنه لما يقولوا علاج لأمراض السرطان يعني كيميو أو كيمو أو علاج كيميائي، بس في كتير أنواع لعلاجات اللي بنستعملها، منهم الجراحة، الأشعة، العلاجات الكيميائية، وفي حتى أدوية اسمها تارجت الثيرابي، يعني علاج مهدف مخصص ما هو مهدف بيروح على الخلية اللي نحن بدنا إياها نروح عليها. فبيختلف بيختلف حسب نوع السرطان وتقدمه، ولا يعني كل السرطانات صار لها علاجات جديدة؟ طبعا بيعتمد على اللي حضرتك قلتيهم وكذا شغلة تانية. يعني أول شيء نوع الورم، وين هو، قدي متقدم المرحلة أو قدي مبكرة، والمريض قديش المريض بيقدر يتحمل نوع علاج معين أو علاج تاني. هود الأشياء اللي بنعتمد عليهم في مئات من أنواع السرطانات، مش كلهم نفس الشيء. فلما يجي المريض او المريضه يقولوا لنا انه لا ما بدي اعمل كيمو، بنقول لهم يمكن ما تعتاز كيمو من الاساس. عم بتقول انه حسب قد ايه بيتحمل المريض، ليش لما يكون عنده مشاكل ثانيه؟ نعم، في احيان المشاكل الصحيه بتلعب دور، احيان في ادويه ما بيقدر جسم الانسان يتحملها. عندنا مقياس اسمه بيرفورمنس ستاتس، او قديش المريض فعاليته او قديش بيقدر يتصرف او يعيش حياته طبيعيه. بنعمل هالشيء بالعياده لما نشوف او نشوف المرضى، وبنقرر اذا هالمريض بيقدر يحمل علاج معين. يعني حتى نفسيا؟ حتى نفسيا طبعا، النفسيه كثير بتلعب دور، بس اهم شيء صحيا. في اجسام فاذا ما بتحمل انواع معينه من العلاجات، في يعني اذا مثلا كان مريض عمره متقدم ما بيقدر لنقول يقوم من التخت كل نهار ونايم، عنده مشاكل صحية تانية، في علاجات غض النظر عنا أو بنبعد عنا لأنه معقولة تكون السايد افكتس تبعولها أو العوارض الجانبية أقوى عليهم من الإفادة. شو هي العلاجات يلي بتكون عندها فعلا سايد افكتس صعبة على الأشخاص؟ هلا دائما لما تكون علاجات منا مركزه بتكون عندها عوارض جانبيه اكثر مثل العلاجات الكيميائيه. بس اليوم مثل ما حضرتك قلتي وهذا الشيء كثير مهم، اليوم بال 2022 نحن قادرين نسيطر على اغلب العوارض الجانبيه اذا مش كلها، لدرجه انه في ناس بتجي بتاخذ علاجاتها وبتروح على شغلها. نعم، يعني ما بياثر عليهم الموضوع. طبعا كل من جسم لجسم بيختلف الموضوع، بس هلا قادرين انه نسيطر عليهم لدرجه انه ياخذ المريض العلاج بشكل مريح اكثر من الاشياء اللي بنحضرهم بالافلام، انه اخذوا العلاج وما قدروا يقوموا كم يوم من التخت. هيدي الاشياء منا هالقد. فاذا شو اللايف ستايل المتطلب من يعني اللي عم يتعالج لمشاكل السرطان؟ اهم شيء اللايف ستايل اللي بنسمع دائما عنه، اللايف ستايل الصحي. الصحي العادي. صح، ياكلوا اكل صحي، يعملوا رياضه، اهم شيء هلا يلبسوا الكمامات خصوصا لما ياخذوا نجرب بحسب طبعا الورم يلي عندهم، انه يكونوا اخذين الطعم بالاستشاره مع الطبيب او الطبيب اللي بيعالجون، لانه احيانا بنفضل ناخذ الطعم باوقات معينه. وهيدي هي بس، يعني يعملوا النظام الصحي اللي بننصح فيه كل الناس حتى لو ما عم بياخذوا علاجات، طبعا بوقايه. في اشخاص علاجاتهم تتطلب استشفاء لوقت طويل؟ نعم، في حسب البروتوكول يلي بنستعمله. في ناس بيقعدوا كذا يوم بالمستشفى، وفي ناس تجي بتاخذ العلاج نص نهار وبتفل، في ناس بتاخذ حبوب بالبيت، وفي ناس بتاخذ علاج بالمصل بالبيت. يعني مختلفه كثير، ومش يعني انه كل حدا بياخذ العلاج بنفس الطريقه، حسب الحاله، حسب قدره المريض واهله. نعم، على يعني التعامل مع هالمشكله. اكيد حسب وضع المريض، نوع الورم، قديش متقدم الورم، السايد افكتس او العوارض الجانبيه تبع الادويه، تكوين جسمه للانسان، وشو الامراض اللي عنده اياها، كلهم بيلعبوا دور. تساقط الشعر من اصعب الاشياء اللي بيمرق فيها مريض سرطان، هل هو حتمي؟ لا، في كثير علاجات ما بتعمل تساقط بالشعر، في كثير علاجات، لانه اول شيء بيسالونا اياه الرجال او السيدات لما يوصلوا على العلاج، لانه اكيد منه سهل انه نكون عم نفوت بهالعلاج، لانه
اول شغله بيشوفوه الناس فينا هو شكلنا. ف اكيد ما لازم نستخف يعني طبعا لا. واكيد ما لازم نستخف هذا الشيء بيزعج. هلا في ناس بتقول انه ما عليه ويهر الشعر، لا في ناس بيزعج الموضوع اكيد، وبس مش كل العلاجات بتهر الشعر، في عندنا كثير علاجات بنقدر انه نستعملها ما بتهر الشعر. احيان فينا حتى لو في العلاج بهر الشعر نستعمل اساليب ما تخلينا يهر الشعر بمكانات معينه اذا كان بيسمح الورم انه نستعملها. فاذا تحديد نوع العلاج هو تشخيص كامل للمريض، وبالنقاش مع المريض بيصير طبعا اهم شيء المريض يعرف او المريضه يعرفوا شو الورم يلي عندهم اياه، هن باي مرحله وشو متوقعين من علاجاتهم. هيدا الشيء ما بيصير بمره واحده مع الطبيب، بيصير بكذا فيزيت او بكذا زياره، وبنعمل خطه مع بعض على كيف بده يكون العلاج وبنخدها من هنيك. طبعا احيانا بنلاقي شويه صعوبه بالاول لانه اهل المريض بيكونوا ما بدهم ايانا نقول له، او بيكون انه لا ما بيتحملوا او هيك شيء، بس طبعا واجب اذا المريض بكامل قواه العقليه انه يعرف، ولانه هيدا جسمه او جسمه وهن لازم يقرروا. وبعدين في اشياء عم بتصير بهالوقت مع الشخص، في احاسيس، في اوجاع، يعني ضروري يكون بيعرف ليش طبعا، والا رح تشكل له ازمه نفسية اكبر بكثير من انه يعرف. هيدي النقطة كثير مهمة، لأنه بأغلب الأحيان بنفكر طبعا الأهل ما بينلاموا لأنه بيكونوا خيفانين على المريض تبعولهم، بس هيدي كثير مهمة النقطة، لأنه ببطل هو عم أو المريض ببطل عم بخبر أهله إنه هو عارف شو بيه، والأهل بيعملوا حالهم إنه هو ما بيه شيء، وبطلوا يحكوا مع بعضهم، وهذا الشيء بيأثر كثير سلبا على المريض ونفسيته. بصير بيجوا احيانا مرضى بيقولوا لي انا بعرف انه عندي كانسر، بس هن ما بدهم يقولوا لي، وانا خايفين خبرهم وزعلهم انه بعرف، انه بعرف، وهن ما بدهم يخبروا لانه بنقطع التواصل. بنقطع التواصل فوق الالم وفوق الوضع الصعب على الاثنين، في انقطاع، وهيدا مش هيدا ابدا اللي بيكونوا هن طالبينه طبعا، فعم يوصلوا لنتيجه مش هن بدهم اياها ابدا. صحيح اكيد، ما بيمنع انه هالشيء صعب. قد ايه في مساعده داخل المستشفى نفسيه لحتى يقدروا يكونوا عم بيتعاملوا مع هالوضع؟ طبعا يعني هون اكيد الاهل هن اول سبورت سيستم او اول سند للمريض، بعدين الطاقم الطبي كله، يعني مش بس الطبيب او الطبيبه، اكيد هذا الشيء بيتركز على الممرضين والممرضات يلي موجودين، لان ما بتصدقي كميه المساعده يلي بيساعدوهم للمرضى، لانه هن اول شيء بيتواصلوا معهم لما يوصلوا على المستشفى، لما يحطوا لهم المصل، لما يعطون الدواء. يعني الممرضين والممرضات هن عن جد ركيزة أساسية بالنسبة لنا. طبعا نرجع على العلاجات، لما بيكون العلاج بيتطلب جراحة كمان في مفاعيل الجراحة نعم. اللي بده يتعامل مع المريض طبعا. كرمال هيك هون كتير مهم شيء اللي بنسميه مالتي ديسبلينري سيستم، يلي هو وجود كذا طبيب من كذا اختصاص على الحالة اللي بتتطلب كذا نوع من العلاج. لان اول شيء بيقولوا لنا في مرضى انه انت عملت لي عمليه، ليش بدك تعطيني هلا علاج مع اساس بطل عندي تيومر؟ الموضوع مش هالقد بسيط. دائما لما يكون مثلا في ورم بنضطر نروح نعمل عمليه استئصال قبل ما نعطي علاج، او نعطي علاج ونرجع نعمل استئصال. كثير كثير كومبليكيتد، معقد الموضوع، منه هيك يعني. احيانا بحكي الجيران انه انا عملت هيك، ليش انت عم تعملي هيك؟ هذا الشيء مش عمليه الزايده هي، حتى هيدي يعني بتختلف من شخص للثاني. صح، فال يعني مشان هيك التشخيص والعلاقه مع الطبيب كثير اساسيه وكثير مهمه ليقدروا يوصلوا لا يعني حل لهالمرض بشكل اهين شيء او اسرع شيء كمان. اسهل واهين شيء ممكن طبعا. او هون بنرجع على الاكتشاف المبكر، بما انه عم نحكي عن السرطان قد ايه كمان كثير مهم، وقد ايه ضروري يكون في دائما صور وتشخيص والى اخره. فاذا اليوم نقدر نعتبر انه العلاجات السرطان صارت متقدمه، وعم ينحكى عن تقدم بعد يعني عن تقدم قريب ان الله راد بعلاجات السرطان. هيدي يعني كلها بتكونوا على درايه فيها كنتوا كاطباء ابديتد؟ اكيد مجبورين نكون ابديتد، لانه في طبعا دراسات عالميه بتطلع كل فتره والتاني، وفي اجتماعات بالدول العالميه طبعا لل اطباء الاورام الخبيثه او اطباء الدم اللي بيعملوا فيها كل هالابديتس او كل هالاشياء الجديده يلي نحن بنصير نعرفها ونطلع عليها ونجرب انه نطبقها على مرضانا اذا
بيسمح الوضع طبعا. هيدي هي اذا بيسمح الوضع. شو في بلبنان اليوم يعني العلاجات؟ اكيد النو هاو موجود عند الاطباء وبنعرف ان الاطباء عندنا على مستوى كثير عالي ودائما متابعين واختصاصاتهم كثير يعني عاليه، ولكن هل نحن عم نقدر نوصل العلاجات المطلوبه للاشخاص مطرح ما هن؟ عم نجرب قد ما فينا لنقول هيك، لانه الوضع اكيد ما انه سهل. وعم تضطروا تستبدلوا علاج بالتاني؟ طبعا عم نضطر نستبدل علاجات، عم نضطر نشتغل بالموجود، عم نضطر نشتغل بالقادر المريض او المريضه يامنوه. بس لحسن الحظ حتى لو الوضع شوي صعب، بس دائما في جمعيات، دائما في مبادرات شخصيه للمرضى عم بضل يقدروا يوصلوا لهم الادويه. طبعا مش مثل ما كنا نعطي الادويه مثل ما كان ياخذوها المرضى، بس انه نشكر الله يعني بعدنا بمحل مقبول، المرضى عم بيقدروا ياخذوا فيه العلاجات. اكيد مش مقبول اذا كان شخص واحد ما عم ياخذ العلاج، بكون بتكون مش مقبول. طبعا طبعا. العلاجات بتستمر بعدنا على فتره، يعني من بعد ما نكون قلنا انه اختفى هالورم وما بقى موجود، ان كان من استئصال او من علاجات اللي حكينا عنها، بيرجع بيتابع المريض وعنده ادويه ضروري يكون عم ياخذها على فتره؟ الأدوية حسب نوع المرض وحسب تقدم المرض، لأنه في أنواع من الأمراض مجبورين أنه مثلا سيدات أو رجال ياخذوا حبوب على فترة، خصوصي بالسرطان الثدي مثلا أنواع معينة منهم بياخذوا حبوب على فترات. كل ورم بنستأصله أو منعالجه أو ورم سرطاني يعني لازم متابعة، المتابعة بتكون بالفحص السريري أو بصور أو بفحوصات دم معينة منتابع المريض فيها كل فترة والتانية لمدة معينة، وأحيان لا كل ما نحن قادرين. دكتور أنور شاي اختصاصي أمراض دم وأورام خبيثة، أهلا وسهلا فيك. يعني طمنتنا أنه بعد الوضع شوي مقبول بالبلد، ولكن الشوي ما بيكفي، ضروري يكون في تركيز على موضوع الصحة لأنه هي الأساس. طبعا أهلا وسهلا فيك. شكرا. وقفي هلأ ومنرجع منتابع لايف.